قدر البنك الدولي والخسائر الناتجة عن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت بنحو 4.6 مليار دولار في المنازل والبنى التحتية، مضيفا أن الخسائر الأخرى مثل الانخفاض في الناتج الاقتصادي قد تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار. هذا شيء يعني نأخذه احنا بعين الاعتبار. في ذات السياق قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أن ذلك يجب أن يحفز على تنفيذ إصلاحات في لبنان للإفراج عن الأموال لإعادة الإعمار، مضيفا أن هذه المرة الصدمة أضخم، معتقدا أنه سيكون بمثابة جرس إنذار. من جهتها ذكرت الأمم المتحدة أن الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، محذرة من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية. كما قال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان بعد الانفجار المروع، مؤكدا أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى إظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات. وفي بيان لمؤتمر عاجل للمانحين قالت مديرة الصندوق كريستينا جورجيفا إن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات استعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة وصلابة النظام المالي وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال. حاكم مصرف لبنان المركز رياض سلامة أوضح أن قرارات جديدة متعلقة بمتطلبات للبنوك ستسهم في استقرار سعر صرف الليرة، مؤكدا عدم اللجوء إلى الاحتياط النقدي الإلزامي، مضيفا أن احتياطات لبنان تبلغ نحو 20 مليار دولار علاوة على احتياطات الذهب، معربا عن أمله في أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة، مشددا على أنه تجب إعالة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية. ويبين كبير الاقتصاديين بشركة تيليمر للأبحاث في بريطانيا باتريك غوران أن انفجار مرفأ بيروت قد يؤخر عملية الإصلاح في ظل محاولة الحكومة التنصل من المسؤولية، مما سيؤدي إلى تآكل رأس المال السياسي الضروري لإجراء إصلاحات صعبة.